كلمنا المحاضرة اللي فاتت، طبعا احنا عارفين موضوع المحاضرة عن الأحوال الشخصية، قانون محاكم الأسرة، وقلنا كانت الفكرة ان احنا نطوف ونلقي إطلالة على اختصاص المحاكم الأسرة والقوانين المنظمة ليها، مش بنتكلم يعني تفصيلا أو تحديدا في نقاط معينة أو قضية معينة، مجرد يعني إيه عناوين أو إطلالة سريعة. يعني دي نسخة من طبعة الأمم المتحدة، المؤلف بتاعي طبعته الأمم المتحدة وزعته على كل رؤساء محاكم المصرية اللي شغالين أحوال شخصية. زي ما قالت المستشارة أو الزميلة العزيزة، الأحوال الشخصية القانون ما عرفهاش ولكن عرفتها محكمة النقض، وأن الأحوال الشخصية في مفهومها كل ما يتعلق بحالة الشخص، الأهلية، الزواج، الطلاق، وأن المفروض في الأحوال الشخصية أن هي بتخضع لأحكام الشريعة الطائفية أو أحكام الديانة بتاعة طرفي التداعي، وقلنا من ضمن المسائل الأهلية والوقف والميراث والوصية والهبة، إلا أن المشرع المصري بعض هذه المسائل اختصها ونظمها بقواعد عامة تطبق على المصريين بغض النظر عن الديانة بتاعتهم، من ضمنها قانون الولاية على المال، قانون الولاية على النفس، قانون الأحكام الوصية، الوقف، الهبة، كل هذه المسائل نظمها المشرع المصري بقواعد عامة مجردة تطبق على المصريين جميعا بغض النظر عن دياناتهم مسلمين أو غير مسلمين. وقلنا بالنسبة للأجانب يطبق عليهم قواعد الإسناد، القاعدة الخاصة بهم يعني. وقلنا أهمية معرفة مدلول الأحوال الشخصية عشان أعرف حاجتين، الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي. الاختصاص القضائي أنهي محكمة أنا هرفع لها الدعوة الخاصة بالأحوال الشخصية، الاختصاص التشريعي أنه القانون اللي هو بيكون واجب الايه التطبيق. وقلنا اختصاص محاكم الأسرة باختصاص مسائل الأحوال الشخصية اختصاص متعلق بالنظام العام، اختصاص متعلق بالنظام العام واختصاص حصري، كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية تختص بنظرها محاكم الأسرة. قلنا استثنينا بعض الدعاوى المدنية رغم انها متعلقة بالأحوال الشخصية ولكنها تعتبر هي نزاع مدني، زي دعوى تزييل الحكم الأجنبي الصادر من محكمة أجنبية، ده ما تختص به محكمة الأسرة وإنما تختص به المحكمة الإيه؟ المدنية. طيب قلنا الاختصاص التشريعي قوانين تحكم إجراءات المسائل الأحوال الشخصية، زي ما قالت الرئيسة قوانين إجرائية وقوانين موضوعية. قلنا القوانين الإجرائية تاني قانون 1 سنة 2000، قانون 10 سنة 2004، قانون 13 سنة 68 قانون المرافعات، 25 68 قانون الإثبات، قانون المدني 131 لسنة 48. قلنا القوانين الإجرائية الخاصة بالأحوال الشخصية وردت بها استثناءات تعتبر استثناءات على القواعد العامة الواردة في قانون الايه قانون المرافعات. قلنا التوقيع على الصحيفة، يجب أي صحيفة ترفع بالدعاوى المدنية يجب أن التوقيع، لكن أنا عندي الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى مستثناة من التوقيع. المصاريف، الصلح، تشكيل المحكمة، تمثيل النيابة، جواز إصدار أحكام وقتية أثناء نظر الدعوة، كل دي حاجات خاصة بمسائل الأحوال الشخصية نظمتها قوانين إجراءات التقاضي وتمثل استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون الإيه المرافعات. هو أنا ينفع أثناء نظر دعوة تثبيت ملكية أطلع حكم مثلا واجب النفاذ أثناء تداول الدعوة؟ لا، لكن ده يجوز بالنسبة للرؤية، يجوز بالنسبة للنفقة وما إلى ذلك. طيب قلنا القوانين الإجرائية أيضا المفروض القاعدة العامة الاختصاص المحلي اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، لكن أنا بالنسبة لأحوال الشخصية القانون جعل لي استثناء، أنا ممكن أرفع الدعوة في محكمة موطن المدعي أو المدعية أو محكمة موطن الإيه المدعى عليه، ده يعتبر استثناء في الدعاوى اللي احنا قلنا عليها تيسيرا على النوعية المتميزة أو النوعية اللي هي ظروفها بتكون أمس الحاجة في مسائل الأحوال الإيه الشخصية. قلنا استثناء آخر، قلنا الاختصاص المحلي غير متعلق بالنظام العام، ما ينفعش المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها، يجب المدعى عليه هو اللي يدفع بعدم الايه الاختصاص المحلي. لكن بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية الاختصاص المحلي يتعلق بالنظام العام. امتى؟ المحكمة التي تختص او ترفع امامها اول دعوة امام محاكم الأسرة تكون مختصة بنظر سائر الدعاوى التي ترفع بخصوص هذه الايه الأسرة. قلنا حاجة تانية، أهلية التقاضي، أهلية التقاضي في القواعد العامة عشان واحد يعمل لحضرتك توكيل أو حضرتك توكيل ورفع قضية لازم يكون عنده كم سنة، لكن أنا عندي في أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 15 سنة في في الولاية على إيه؟ على النفس، لكن ولاية على المال كام؟ 21 سنة. وأهلية الرشد المالي كم سنة؟ سن الرشد المالي كم سنة؟ 18 سنة. طيب
درجات التقاضي، قلنا درجات التقاضي في القواعد العامة نظمها قانون المرافعات، تقاضي على درجتين، ومحكمة النقد تعتبر طريق طعن إيه؟ استثناء أو طريق طعن غير عادي. طيب أنا عندي في أحوال الشخصية أو محاكم الأسرة، اتفضل. تمام، بقى من ضمن الحاجات الاستثناءات اللي احنا قلناها، احنا بس بنذكر في عجاله، اتفضل. تمام، انعدام الحكم وتجرده من القوى الاساسيه، تمام. طيب وقلنا فيه اعفاء من دعاوى النفقات بكافه مراحل التقاضي، وتكلمنا ان الفرق بين المتعه والنفقه، وقلنا عرض الصلح في مسائل الاحوال الشخصيه، اللجوء لمكاتب التسويه، المحكمه من حقها تبصر الخصوم، حضور الخبيرين، تمثيل النيابة، وقلنا الاختصاص المحلي، وقلنا أهلية التقاضي 15 سنة، قلنا أهلية التقاضي الدفع لو واحد سنه أقل من 15 سنة، يبقى قلنا ده دفع شكلي ولا دفع موضوعي؟ قلنا دفع شكلي. طيب الدفع اللي يبدأ مني أنا أقول إيه بقى؟ عدم قبول، يعني لما أكتب مذكرة لما يكون الخصم مثلا بالنسبة لي المدعي أقل من 15 سنة ورفع الدعوة بشكل، أنا كمحامي أدفع بقى بإيه؟ بعدم القبول؟ يعني لما اكتب مذكره او ابدي في محضر الجلسه اقول ايه؟ ايه الدفع الصحيح؟ ها؟ اقول ايه؟ عدم قبول الدعوه؟ رفعها من غير ذي صفه؟ بطلان عدم صحه انعقاد الخصومه، عدم صحه انعقاد الخصومه، واحنا قلنا عليه دفع ايه؟ شكل. طيب هذا البطلان ده الجديد اللي انا برضك يمكن بنتذكره، يعني البطلان نسبي، البطلان المتعلق بعدم اكتمال الاهليه التقاضي نسبي بالظبط كده، زي ايه؟ ام رفع دعوه نفقه للصغيرين، واحد فيهم 15 سنه وواحد اقل من 15 سنه، هترفع حضرتك، معلش سياده المستشار، هتدفع بالدفع بعدم انعقاد بالنسبة لمين؟ رويدا بس، ها؟ هتدفع بإيه؟ واحد عندك 15 سنة، وواحد أقل من، واحد تجاوز ال 15، وواحد أقل من 15. ها؟ الأقل من 15؟ طب ما هي والدته صاحبة الصفة هي باعتبارها إن هي الممثلة رفعت دعوة. ها؟ شفت؟ هو ده الكلام، شفت الفكرة؟ إن أنا دماغي راحت للأقل، خلي بال حضرتك، لا أنا الدفع بالنسبة لي هيبقى عدم قبول الدعوة بالنسبة لمن تجاوز ال 15 سنة، ليه؟ لأنه خلاص تجاوز، المفروض هو يرفع الدعوة يختصم بشخصي وليس بصفة إن والدته هي الممثل بالنسبة له. وصلت لحضراتكم؟ طيب قلنا حاجة تانية، بلوغ السن، اكتمال السن أمام محكمة الاستئناف، تمام؟ وقلنا طبعا انه من لوازم انه هذا الدفع شكلي، يجب ان يبدا لو انت ما حضرتش امام اول درجه يجب تكتب الدفع ده اول سبب من اسباب الاستئناف، لانه انت لو جبته نمره 2 هيبقى سقط حقك في التمسك بهذا الايه؟ بالدفع الشكلي، تمام. طيب حضرتك ما حضرتش او حضرت والمحكمه ما رضتش تسجل الدفع بتاعك واستأنفت اثناء الاستئناف، كان الاقل من 15 سنه، بلغ سن 15 سنه، ها؟ خد يا محمد، ينفع محكمة الاستئناف تصحح هنا وتستكمل نظر الدعوة؟ حد يديله، ها؟ لا، ليه؟ لأن احنا بنقول العبرة بالانعدام الخصومة، والعبرة بوقت رفع الدعوة، والانعدام لا يرد عليه ايه؟ تصحيح. ولذلك محكمة الاستئناف بنقول محكمة أول درجة استنفدت ولايتها، يعني محكمة الاستئناف ما ينفعش تلغي وترجع لمحكمة أول درجة، لا، هي تقضي بإلغاء الحكم لو كان إدى حكم في الطلبات، وتدي إلغاء وتدي بطلان الإنعقاد الإيه؟ الخصومة. طيب قلنا حاجة مهمة جدا المرة اللي فاتت، هناك بعض القيود التي وضعها المشرع كقيد على قبول الدعاوى أمام محاكم الأسرة، خلي بالكم الموضوع المهم ده، خلاص؟ احنا بس بنستذكر عشان نقول ايه؟ كمل، هنكمل اللي احنا عشان تبقى برضك موضوع المحاضرة القيود الواردة، وهنتكلم على القوانين الموضوعية، وهنتكلم على الجزء الخاص بغير المسلمين وشروط تطبيق الأحكام الشريعة الطائفية على غير المسلمين. القيود الواردة على قبول الدعاوى قلنا هم أربع
القيود. القيد الأول القيد المتعلق بسن الزوجين، القيد الثاني الدعاوى الناشئة عن عقد زواج غير الموثق، القيد الثالث دعاوى التطليق والفسخ من الزواج غير الموثق، القيد الثالث دعاوى الطلاق بين الزوجين المصريين غير الايه المسلمين. لقبول الدعوة أمام محاكم الأسرة السن كام سنة؟ كام؟ لا أنا ما أقولش أهلية التقاضي، أنا بقول فيما يتعلق بدعاوى العلاقة الزوجية أو إثبات الزواج عند الإنكار. كام؟ 15؟ 18؟ 16؟ ها؟ الزوجة 16 والزوج 18، وده طبعا برضك وضع غريب في القانون، لأنه قرار وزير العدل عدل لائحة التوثيق بالنسبة للمأذونين وحظر على المأذون أن يبرم توثيق أي عقد زواج الزوجين أقل من 18 سنة، فالمفروض بالتبعية السن المفروض في القانون إيه؟ يبقى 18 سنة للإيه؟ للاتنين. خلي بال حضراتكم، المادة 17 بتقول إيه؟ لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة 16 أقل من 16 ميلادية وسن الزوج أقل من 18. إمتى؟ أحسب السن عشان أقبل الدعوة وأقبلها إمتى؟ العبرة بتاريخ العقد ولا أثناء ما أنا بحكم أحكم الدعوة ولا أثناء رفع الدعوة؟ العبرة بوقت رفع الدعوة، العبرة بوقت رفع الدعوة. وقلنا الحكم الذي يصدر بعدم القبول لا يحوز الحجية، يعني بعد ما البنت ولا الولد يبلغ السن بيجوز أن يرفع دعوة إيه؟ جديدة. طيب عدم القبول هنا لعدم بلوغ السن متعلق بالإنكار أو بالإقرار، يعني البنت مثلا 17 سنة والولد 17 سنة تمام، أو 16 و 17 والبنت رفعت دعوة إثبات زوجية والولد عنده 17 سنة مدعي عليه حضر وأقر، تقبل الدعوة؟ تقبل الدعوة؟ الدعوة غير مقبولة. أنا مش بتكلم على الإقرار هنا، الإقرار هقوله في الزواج العرفي لما يكون إيه بلغوا 18 سنة. خلاص؟ يبقى القيد الوارد بالنسبة للسن ده قيد متعلق بالنظام العام لا يجوز للأفراد الاتفاق على إيه مخالفته، المحكمة تحكم به وتقضي به من تلقاء نفسها، سواء الخصوم قابل ما أقابلش أنكر ما أنكرش لا تمام. طيب القيد ده نطاقه قاصر على الولد والطرفين الزوج والزوجة ولا ممكن يمتد كمان للأسرة؟ البنت مثلا توفت وورثتها رافعين دعوة على الزوج بإثبات الزوجية عشان كذا، تقبل الدعوة ولا ما تقبلش؟ نفس القيد نطاقه يتصل سواء الموضوع متعلق بالطرفين أو بورثة أحدهما على إيه؟ على الآخر. طيب ماذا لو الزواج موثق بوثيقة رسمية بس سن الزوجين أقل من السن القانونية، الدعوة تقبل ولا لا تقبل؟ ها؟ أنا عندي وثيقة رسمية تسألني تقول لي إزاي، أنا ماليش دعوة بإزاي بقى المأذون عملها ما عملهاش، أنا بتكلم كقبول الدعوة. تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل الدعوة حتى ولو كانت ثابتة بوثيقة رسمية طالما سن الزوجين أقل من السن المحددة إيه؟ قانوناً.